السلام عليكم. غنبداو ان شاء الله اليوم هذه ديال جوج ديال الضربات. هنايا درنا ديال وحده، دروكا غنديروا جوج ضربات باش نديروا الضرس ديال جوج ان شاء الله بحول الله. ها هي بسم الله. مع وحدة ها جوج مع وحدة أخرى، هادي ديال جوج مزيانة. هادي كنشملو بيها الجلابة. حتى لو بغينا نديروها في الهبطة ديال الجلابة نديروها فيها ونزوقوها. هادي ديال جوج، وغادي ندير لكم الطرس ديال جوج كيتماشى مع هاد الخدمة هادي. تكون الضريبة مستفين باش تجي الخدمة مزيانة. هادي هي اللي كنوصي عليها انا، حيت الخدمة اللي كتكون فيها ضربة طالعة وضربة نازلة ما كتجيش زوينة. دايما نكرزو هاد الضربة، هادي نكرزوها مزيان باش ما تبقاش مرخية تخينا تنتا هاد الخدمة اللي في الوسط. هاي شوية الخيط ظاهر لهاد الشي، والفتيل دائما على ثلاثة الخيوط، دائما نحيد واحد الخيط ونحطلو ثلاثة باش يجي الخدمة مزيانة. وكاين اللي كيخدم على جوج، الخدمة على جوج كتجي مزيانة، غير هي كتجي متقونة مزيان. كان شي توب ديال الحرير ولا شي حاجة نخدمها ديال جوج. وهادي هي خدمة جوج ديال جوج ضربات، هي هادي. هادي نخدمو بها الجلابة ولا نجمعها بها ولا نديرها الهبطة ديال الجلابة، كتجي زوينة. أنا غنبقى معاكم في هاد السلسلة إن شاء الله حتى نكملوها، علاش لا، نكملو إن شاء الله الراندة ونديرو حاجة أخرى إن شاء الله. نعاود نبدا معاكم تاني من الضربة الأولى تاني حتى نكملو أي حاجة بغيت نبداها معاكم. نديرو هاد السلسلة ديال الرندا ونعاودو نديرو سلسلة أخرى ديال طرز رباطين حتى نكملو إن شاء الله بحول الله. الإنسان غير يدير مشاركة ومتابعة إن شاء الله. تابعوني راه غادي إن شاء الله تعلم. الله يكونوا البنات كلهم كيتابعوني باش يتعلموا. كاين مساكن اللي ما تعلموش وبغاو غادي يتعلموا ان شاء الله من هذه السلسله. اللي بقى لينا الخيط نعاود نركبوه تاني هنا. هو دائما هذه الطريقه نديروها باش ما كيبانش لينا العيب.
التوب، نركبو تاني الخيط، ندفعو كاع التوب هكا شوية وعاد نقطع. نديرو خيط اخر نفس الضربة هنا، نضرب هكايا ونعاودو نخدمو تاني عادي. انا كنخدم بشوية باش يشدو كاع البنات، يشدوا الخدمة إن شاء الله بحول الله. هاي إلا تبعتوا هاد الخدمة هكايا راه غادي حتى إلا بغيتو تخدمو القلبية راه تجي زوينة إلا تبعتوا الخدمة هكا. إلا خدمنا خديمة غادية بحال هكا وبحال هكا غتكون مزيانة. ملي إن شاء الله نكملو هاد المطموس هكا غادي نرد لكم، هادي نزوقها لكم، شوفوا الزواق ديالها كي داير. وديال الربعة وهاديك ديال ثلاثة غادي ندير لكم فيها السبولة ان شاء الله بحول الله. الله يسر. كنختم هيك بشويه باش كلشي يشد، هيك بشويه ختمي وعاودي تاني سربي وخدمي حتى تعلمي ان شاء الله بحول الله. انا كنقول للبنات والعيالات اللي مساكن ما لقاوش يمشيو يتعلموا. انهم واحد السيده متارده انت قالت لك مسكينه ما لقاتش كيفاش تعلم، ها هي تبعي معنا بنيتي راه غادي تعلم ان شاء الله. ويكون خير ان شاء الله. وما تنساوش الدعوات، نديو لكم طومات يفرحوني. الله يجازيكم بخير. بشوية راه ما صعيباش ما حتى حاجة، خدمة مزيانة شي كدا تشي الخدمة كتجي مزيانة ومتقونة. إلا تبعتو على هاد الخدمة راه غادي تمشي كلشي العلامة تجي مزيانة إن شاء الله بحول الله. ان شاء الله تكملوا هذه تعلموا لها وغادي ندير لكم الدرس ديال جوج ديك الساعة يكون خير.
اللي بدات معايا العلامه وجات العلامه مزيانه تقولها ليا، تقول لي راه جاتني العلامه مزيانه ورانا حاولت وغادي راني معاكم، انا ما غاديش نقطع وغادي نبقى معاكم حتى تتعلموا ان شاء الله، كل شيء يتعلم نقلب دارو ان شاء الله. ها انتم شتي الخديمه كي دايره، ها هي جات مزيانه وهكا باش تبعوا ان شاء الله. والسلام عليكم.